السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخبار الثالثة والنصف من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. بمسيرة حافلة بالإنجازات، المملكة تحتفي اليوم بذكرى يومها الوطني 91. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني 91. سماء المملكة تشهد أكبر عرض جوي احتفالا باليوم الوطني 91. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحتفي الوطن قيادة وشعبا اليوم بذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة بعد الإعلان التاريخي للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله عن توحيد بلادنا المباركة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يوم الوطن الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم المملكة العربية السعودية على أرجاء البلاد بعد جهاد استمر 32 عاما أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدي كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائرا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود. ونستحضر هذه المناسبة ونحن نعيش اليوم واقعا جديدا حافلا بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدا على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة. وبهذه المناسبة تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيات تهان من قادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الوطنية مشيدين بما حققته المملكة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، ونوهوا بالعلاقات الأخوية العميقة والراسخة التي تربطهم بالمملكة، راجين للمملكة قيادة وشعبا مواصلة مسيرة النهضة والتطور والازدهار. همتها تسبقها في كل محفل، شيوخها دهاء وشبابها حمى، كبيرها يعشق ترابها وصغيرها يتغنى بها، للمجد والعلياء يا وطن العز، يا فخرا نباهي بك الأوطان. هي لنا دار ووطن وعز وفخر، تقدمت حتى باتت تتصدر دول العالم، أعطت دروسا في الهمة والطموح بقيادتها وشعبها المتباهي بوطنه، شعب يرى أرقاما وتقدما عالميا بين يوم وآخر، شعب أغلبه شباب يعمل من أجل رؤية تحقق منها الكثير. أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح مواطن سعودي. مواطن سعودي ما في شك، يعني بدون مواطن سعودي لن نستطيع أن نحقق أي شيء من اللي حققناه، إذا هو غير مقتنع باللي نعمل فيه، وإذا هو مو جاهز يتحمل المصاعب والتحديات، وإذا هو مو مستعد يكون جزء من هذا العمل، سواء موظف حكومي أو وزير أو رجل أعمال أو موظف في القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل يعمل فيه، بلا شك كل اللي قاعدين نقوله فقط حبر على ورق. همتها تسبقها في كل محفل، شبابها حمات وكبيرها يعشق ترابها وصغيرها يتغنى بها، للمجد والعلياء
يا وطن العز يا فخرا نباهي بك الأوطان. السعودية العظمى بقيادتها منذ عهد المؤسس حتى عهد سلمان ومحمد سطرت أروع الإنجازات التي نتفاخر بها وحملت على عاتقها إسعاد الملايين في المملكة، فقادتها الرؤية لمناطق أرحب وعززت فينا الطموح وكللت جهدها في تعزيز جودة الحياة، وجهت أنظار العالم إليها ورحبت بالعالم، أحيت وجهات وأسست لمرحلة جديدة نرى فيها السعودية بحلة أكثر إشراقا هي لنا دار. الهجر قصة تحكي حياة البدو الرحل في عهد المؤسس، حيث استقروا فيها بدلا من حياة التجوال في بدايات القرن العشرين. أتابع هذا التقرير. عندما استقر الملك عبد العزيز وأرسى داعم ملكه فكر في شؤون أهل البادية وما هم عليه من عدم الاستقرار، فأصدر أوامره ببناء هجر جديدة لتوطين أهل البادية قرب مراعيهم ومواردهم، وتعليمهم أحكام الشريعة الإسلامية، وتثقيفهم ليكونوا أعضاء مشاركين وفاعلين في بناء وطنهم. وعلى بعد 250 كيلو متر شمالاً تبعد الأرطوية عن العاصمة الرياض، وهي أولى الهجر التي أنشأها الملك المؤسس طيب الله ثراه عام 1912. وشهدت الأرطوية منذ تأسيسها نقلات حضارية وقفزات تنموية في شتى مناحي الحياة، ومنها التعليمية، حيث وصلت اليوم لاحتضان أكثر من 60 مدرسة للبنين والبنات فيما يبلغ سكانها قرابة 35,000 نسمة. وتعتبر الأرطوية حلقة وصل مهمة بين المنطقة الشمالية والشرقية ودول الخليج وكافة مناطق المملكة. الغطغط هي أول هجرة لقبيلة عتيبة وثاني هجرة في تاريخ الدولة السعودية الثالثة، وتبعد عن الرياض 80 كيلو متر من جهة الغرب. كانت بدايتها 50 خيمة في أرض فضاء، وفي عام 1913 تحولت إلى هجرة، وهي أحد أكثر الهجر سكاناً، ويمر بقربها الآن الخط السريع المتجه من الرياض إلى منطقة مكة. ولأهل الغطغط دور بارز في معارك الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وتحظى بتنمية مستمرة منذ تأسيسها في شتى مناحي الحياة. وفي نفس العام الذي تؤسست فيها الغطغط تؤسست الداهنة التي تقع بين محافظتي المجمعة وشقراء، وتبعد عن الرياض 200 كيلو متر. وعندما باشر الملك عبد العزيز رحمه الله توحيد المملكة هيئة الداهنة كموطن للاستقرار، وكان لواء الداهنة من الألوية العسكرية ونواة لجيش التوحيد الذي انطلق إلى جدة. في شمال الرياض بمئة وستين كيلو متر يقع مركز بايض التابع لمحافظة المجمعة، وهو أحد أقدم الهجر التي تؤسست في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. وتؤسست مبايض عام 1916 إبان توحيد المملكة، وخرج منها آنذاك أكثر من نصف سكانها لنصرة راية التوحيد. وفي وقتنا الحاضر نعمت مبايض كما بقية المراكز والهجر بالخدمات كافة، وتعد من المراكز التابعة لمحافظة المجمعة.
وعلى بعد 260 كيلو متر غرب الرياض وبالقرب من محافظة أدوادمي تقع هجرة عروة التي تؤسست عام 1918، وتتمثل أهميتها بالدور الهام في معارك توحيد المملكة وإمداد جيوش الملك المؤسس بالرجال والعتاد، وتعد من أوائل القواعد المهمة لتوحيد المملكة العربية السعودية. خالد الربعي. محافظة قرية العليا الواقعة شمال شرق الرياض كانت من أبرز مشاريع الملك المؤسس التي أنشأها كبلدة في عهده، وتحولت من بئر يقطنها أبناء البادية إلى محطة للحجاج. المزيد في التقرير التالي. بدون شعب مستقر لا يمكن بناء دولة. من أجل ذلك بدأ الملك عبد العزيز أضخم مشروع تنموي وتعليمي في المنطقة عبر توطين البادية بهجرة القبائل من الصحراء إلى هجر خاصة بهم تضم قضاة ومعلمين. محافظة قرية العليا الواقعة شمال شرق الرياض بمسافة 350 كيلومتر كانت من أبرز مشاريع الملك المؤسس التي أنشئت كبلدة في عهده عام 1335 للهجرة، وتحولت من بئر يقطنها أبناء البادية إلى محطة للحجاج. تعد القرية المرجع الأساسي لمنطقة الصمان، وذلك لتوفر جميع المرافق الحكومية والخدمات وخصوبة الأرض وكثرة المياه الجوفية والمراعي الزراعية، وهي من أساسيات الاستيطان فيها التي يتبعها 22 مركزاً وهجرة. تكمن أهميتها قديماً كونها محطة عبور للحجاج القادمين عن طريق البصرة والبحرين إلى مكة المكرمة، وأيضاً لكثرة حركة المرور بها وقربها من الحدود الكويتية والعراقية. بداية السبعينات الهجرية كانت هناك بعض الجهود الفردية التي قام بها القضاة لتدريس الكتب العربية وشرحها في المساجد، وكذلك تحفيظ القرآن على يد بعض الحفاظ وطلبة العلم الشرعي، حيث بعث الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية حين ذاك إلى القرية العليا الشيخ إبراهيم بن طالب عام 1362 للهجرة، ليقوم بمهمة تدريس بعض أبناء البلد في غرفة ملحقة بالجامع، وكانت هذه الغرفة تمثل الكتاب الوحيد بالبلدة. ومع مرور الأيام تأسست أول مدرسة ابتدائية في القرية للبنين عام 1370 للهجرة. أولت حكومة المملكة اهتماما شديدا بالزراعة لتوفير الغذاء للمواطن وتقليل الاستيراد، وقد قدمت الكثير من الدعم للمزارعين بتوفير التكلفة الزراعية والقروض والخدمات عن طريق وزارة الزراعة، وكانت القرية من ضمن بلدان المملكة التي حظيت بهذا الاهتمام، فأصبح فيها 1800 مزرعة تنتج سنويا 60,000 طن من القمح بخلاف إنتاج الأعلاف من البرسيم، لتوفير الغذاء للثروة الحيوانية التي تقدر ب100,000 رأس غنم و20,000 رأس من الماعز و10,000 رأس من الإبل والماشية و1,000 رأس من البقر. هنا قصر عالي الأثري، أحد أهم المعالم التاريخية في منطقة الصمان عموما وفي محافظة قرية العليا خاصة، نظرا لما يحتويه من معالم أثرية قديمة، حيث يقف بشموخه شاهدا على حقبة من تاريخ الدولة السعودية الحديثة، واتخذ هذا المبنى مركزا حكوميا يشمل السلطة الإدارية وجمرك، يشرف على حركة التجارة من المملكة إلى الحدود الشمالية الشرقية، وقد تم إنشاؤه في عهد المؤسس عام 1355 للهجرة، وافتتحه الأمير سعود بن عبد العزيز رحمه الله ليصبح مجمعا للإدارات الحكومية. أحمد غالي، قرية العليا.
اكتسبت واحة يبرين في المنطقة الشرقية شهرة واسعة لكونها مكان انطلاق تأسيس الدولة السعودية الثالثة بعد أن اختارها جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مركز تجمع قبل توجهه لفتح الرياض عام 1913 للهجرة. نتابع. ذكروا أهل التاريخ أن الملك عبد العزيز رحمه الله اختار واحة يبرين الواقعة في عمق الصحراء والبوابة الشمالية الشرقية للربع الخالي التي تبعد عن مدينة الهفوف التابعة لمحافظة الأحساء نحو 270 كيلومتر لتكون مركز تجمع وقاعدة له ورجاله، وذلك بعد خروجه من الكويت عام 1319 من العام الهجري. ومكث طيب الله ثراه في هذه الواحة 50 يوما من غرة شعبان إلى 20 من شهر رمضان، عندما كان قادما من دولة الكويت متجها لفتح الرياض عام 1319 من العام الهجري. اكتسبت يبرين أهميتها الكبرى من حيث موقعها، فموقعها في الواقع يقع شمال الربع الخالي وبالغرب من رمال الدهنة. كانت مستوطنة قديمة تاريخية، وترى وهناك آثار تدل على هذا الاستيطان القديم وآثارها إلى ما قبل التاريخ. وازدادت أهمية يبرين في الواقع بعد مرور الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في هذه الواحة ومكوثة فترة من الزمن. كانت يبرين من الخطوات الأولى في تأسيس وتوحيد المملكة، من هنا تأتي أهمية هذه الواحة لما تحمله من إرث تاريخي لقيام الدولة السعودية. واليوم يبرين غنية بثروة البترول التي تنتج 4,700,000 قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتدفق حوالي 5,100 برميل يوميا من الزيت الخفيف جدا من حقل يبرين الذي يقع على الحافة الجنوبية لحقل الغوار. من مركز يبرين الأحساء. تشهد سماء العاصمة الرياض عرضا جويا بمناسبة اليوم الوطني بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية وبمشاركة فريق الصقور الخضر بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة. ولتفاصيل أوسع مشاهدين الكرام يلتحق بنا مراسل أخبار السعودية زميل منصور الأمير. أهلا وسهلا بك منصور. ثم قل لنا منصور، وضعنا في قلب المشهد وحدثنا عن هذا العرض، كيف ستكون صورته وفعالياته؟ تفضل. أهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين، كل عام والوطن بخير يزخر بالمزيد من النماء والتقدم والازدهار، كل عام وقادة هذا الوطن وشعبه بخير وصحة وأمان، كل عام وأيادي هذا الوطن أيضا تلامس وتصافح جراح العالم لتمد يدها هنا وهناك. أنا كما تفضلت في المقدمة في حي القيروان، تحديدا في حديقة أم عجلان، يعني على مثل ما يقولوا بكل شغف، يعني بانتظار أن تبدأ عروض الصقور الخضر الخاصة باليوم الوطني لهذا العام في عامه 91. طبعا احنا نتكلم عن فريق يعني تم إنشاؤه عام 1997 تحديدا في 12
يونيو وهو فريق الصقور الخضر، ثم أطلق عليه الأمير سلطان عليه رحمة الله عام 98 هذا المسمى. أول مشاركة لفريق الصقور الخضر وأول استعراض جوي داخل أرجاء هذا الوطن كانت في عام 99 تحديدا في الذكرى المئوية اللي كانت بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس هذا الوطن الغالي. بعدها امتدت المشاركات محليا وإقليميا وعالميا. احنا اليوم نتكلم عن طائرات مثل التايفون والتورنيدو وعدد من الطائرات اللي يعني تشكل هذا العرض الجوي الرائع، واللي تهدف من خلاله أيضا إلى يعني أولا إضفاء نوع من الاحتفالات الوطنية بطابع مختلف، وثانيا أيضا يعني إظهار وإبراز القوة والجاهزية التي تتمتع فيها قواتنا. طبعا نحن نتكلم عن فريق احترافي كان له حتى مشاركات عالمية، دخل إلى موسوعة جينيس للأرقام من خلال رسم أكبر علم للسعودية في واحد من مشاركاته خلال الأعوام الماضية. اليوم يعني ينتظر كل سكان المملكة سواء من هو قريب من العرض داخل العاصمة الرياض أو العروض الأخرى في الطائف وجدة، أو حتى من يشاهد هذه العروض عبر مختلف قنوات التواصل. هذه العروض اللي يعني مليئة بالحماس والإثارة، وأيضا تزين سماء الرياض وكل سماءات المدن اللي تبدأ فيها بالدخان الأبيض والأخضر تعبيرا عن علم المملكة وعلم هذا الوطن الكبير. نعم الزميل منصور الأمير، وأنت مراسل أخبار السعودية، كنت معنا في قلب الحدث في الرياض حيث منطقة العروض التي ستشهد عروض الصقور السعودية بعد قليل بمناسبة هذه المناسبة الغالية على قلوبنا يوم الوطن 91. شكرا جزيلا لك منصور. هذا وشهدت الواجهة البحرية في جدة عروضا جوية نفذها الصقور الخضر، شهدها أهالي سكان المحافظة. نتابع هذا التقرير. وسط أجواء احتفالية وعلى امتداد الواجهة البحرية بجدة، عروض جوية نفذها الصقور الخضر شهدها الأهالي من سكان محافظة جدة، نظمتها وزارة الدفاع بمناسبة يومنا الوطني. أربع أنواع من الطائرات المقاتلة قامت بعمل تشكيلات متنوعة وعروض مبهرة تحبس الأنفاس، صاحبها إقبال جماهيري كبير. هذه المشاركة من قبل القوات الجوية الملكية السعودية تحمل دلالات كثيرة، حيث يعد صقور السعودية الأمهر على مستوى العالم. هذه المشاركة تعد احتفالا بالذكرى الخالدة، ذكرى يومنا الوطني 91. عبد الله الغامدي، جدة. يضم متحف صقر الجزيرة للطيران في الرياض طائرة المؤسس جلالة الملك عبد العزيز، وهي أول طائرة مدنية تعبر أجواء بلادنا، كما شهدت العديد من تنقلات المؤسس رحمه الله داخل وخارج المملكة. نتابع. طائرة ولكنها ليست كأي طائرة، إنها طائرة الملك عبد العزيز، أول طائرة مدنية تحلق في الأجواء السعودية، وأول طائرة يركب على متنها الملك المؤسس. خلال اللقاء التاريخي لجمع الملك عبد العزيز بالرئيس الأمريكي روزفلت في مصر عام 1945، قدم الرئيس الأمريكي هدية الملك عبد العزيز عبارة عن طائرة DC-3 داكوتا. طبعا هذه الطائرة وصلت إلى المملكة في 14 أبريل 1945 من نفس العام. اتجهت بعد تجهيز هذه الطائرة، اتجهت إلى محافظة عفيف وتحديدا إلى مخيم الملك عبد العزيز فيها لتعرض للملك عبد العزيز، وبعد ذلك أقلت الملك عبد العزيز إلى الطائف وانتقل في رحلة استغرقت تقريبا حوالي ساعتين. هذه طائرة الملك عبد العزيز،
كما ترونها من الداخل، تحتوي على 22 مقعد بهذه التصاميم التي ترونها أمامكم. في هذا الجانب علقت ذكرى لأحد أبناء الملك عبد العزيز، وهو صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز، حيث رافق والده الملك عبد العزيز على متن هذه الطائرة في أول رحلات الملك المؤسس ليكتب هذه الرحلة التاريخية بهذه الذكرى. كانت هذه الطائرة تستغرق في رحلتها من جدة إلى الرياض تقريبا حوالي 4 ساعات ونصف بسرعة لا تتجاوز 350 كيلو في الساعة. أيضا بدأت الرحلات الجوية في المملكة من عام 1946 بعد وصولها بسنة تقريبا. استطاعت مديرية الطيران في ذلك الوقت أن تسير رحلات من جدة إلى بيروت، ومن جدة إلى كراتشي، ومن جدة إلى بغداد. الطائرة تقف في متحف صقر الجزيرة للطيران مع العديد من الطائرات القديمة والنادرة. عبد الله القري، الرياض. تعد دارة الملك عبد العزيز أهم مرجع لتاريخ المملكة والعالمين العربي والإسلامي، وتضم في جنباتها صورا نادرة ومخطوطات توثق تاريخ البلاد خلال توحيدها، بالإضافة إلى الأحداث السياسية والمناسبات المهمة. أينما يذكر تاريخ المملكة فالأجدر أن تكون دارة الملك عبد العزيز هي المصدر الأول للمعلومات، فهي مرجع للتاريخ السعودي والعربي والإسلامي. خزائن الدار مليئة بالوثائق والشواهد التاريخية، فمنها هذه التي توثق أمر مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه بتحويل اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من 21 من جماد الأولى من عام 1351 هجرية. وهذا هو إعلان صحيفة أم القرى رسميا عن توحيد مناطق البلاد كافة تحت اسم المملكة العربية السعودية في 22 من جماد الأولى من عام 1351 للهجرة، وأن يكون اليوم الأول من الميزان يوما وطنيا للمملكة. تاريخ المملكة العربية السعودية بحمد الله كبير وإرث ضخم وهائل. هذا التاريخ في رأيي الشخصي هو التاريخ الأعظم في تاريخ المملكة العربية السعودية، وهو التاريخ الذي نتشرف ونعتز به صغارا وكبارا. وتضم الدار قاعة تذكارية تمثل متحفا يحتوي على نماذج من المقتنيات الملكية التي تعود للملك المؤسس وتصور حياته، بالإضافة إلى العديد من الصور الفوتوغرافية النادرة ونماذج من الأسلحة والأدوات والعملات ووثائق وخرائط تلقي الضوء على جوانب مهمة من حياة الملك عبد العزيز الخاصة والعامة، وتروي قصة جهاده وكفاحه في تأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية. يوثق التاريخ في الدارة أيضا بالفيديو وكذلك بالفوتوغرافي لإلقاء الضوء على حياة المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه والمناسبات والأحداث التاريخية والسياسية. أنشئت الدار في عام 1392 للهجرة لخدمة تاريخ وجغرافيا وآداب وتراث المملكة والدول العربية والإسلامية بصفة عامة، وأطلق اسم الملك عبد العزيز عليها وفاء وتقدير من أمته نظير إنجازاته البطولية في توحيد وتأسيس المملكة العربية السعودية تحت راية الإسلام. حمد بن حسين، الرياض. عبر الفنانون في سكاكا عن فرحتهم باليوم الوطني بجدارية بلغ طولها 70 مترا عكست إتقان وإبداع 11 فنانا وفنانة شاركوا في هذا العمل الفني الرفيع. نتابع.
يترجم الفنانون والفنانات مشاعرهم تجاه الوطن بلوحات الفن التشكيلي والخط العربي للاحتفاء بالذكرى الوطنية السنوية. حولت هذه الأعمال المشهد شمال مدينة سكاكا إلى قطع فنية على امتداد يتجاوز 70 مترا، نفذها 11 فنانا وفنانة. 12 لوحة يفاخر بها الفنانون بمعالم الوطن بدأوا تنفيذها منذ 10 أيام. تدشن هذه الجدارية في الذكرى 91 لليوم الوطني. يا عبد الرحمن الإبراهيم، الجوف. تحتفي منطقة المدينة المنورة باليوم الوطني عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، حيث تنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في المدينة معرضا تشكيليا بعنوان أهل الدار. لتفاصيل أوسع مشاهدين الكرام، يلتحق بنا مراسل أخبار السعودية في المنطقة المدينة المنورة الزميل مصطفى عباس. مصطفى، أهلا وسهلا بك ابتداء، ثم ماذا لديك مصطفى؟ قل لنا عن هذا الاحتفاء وضعنا في صورته، تفضل. أهلا بك يوسف وبالسادة الكرام المشاهدين أينما كنتم، كل عام وهذا الوطن المعطاء بخير. اليوم هذا اليوم الغالي على قلوب الجميع، تحتفي جميع مناطق المملكة العربية السعودية بهذا اليوم الغالي على قلوبنا، المدينة المنورة، ضمن هذه الاحتفالات وضمن هذه الكوكبة العالية التي تقدمها سائر الجهات سواء كانت الحكومية أو الخاصة للاحتفاء بهذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعا. كما أسلفت في ذكرك في سياق هذه المقدمة يوسف، اليوم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية تقدم أيضا معرضا صوريا مصاحبا لهذه الفعاليات، وتقام في إحدى الفنادق المجاورة المسجد النبوي الشريف لنقل هذا التراث وهذا التاريخ الخاص بالمملكة العربية السعودية لجميع الزوار القادمين من خارج المملكة العربية السعودية. ربما تشاهد من خلفي هذه اللافتات وهذه الصور التي بدأوا الزوار يتوافدون عليها ويأخذون الصور التذكارية معها. سوف أخذكم بتفاصيل أكثر يوسف والسادة الكرام المشاهدين عن هذا المعرض وأيضا عن ما تقدمه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية اليوم لهذا اليوم الغالي. ينضم معي في اللقاء باسمكم الأستاذ سلطان حلمي، وهو رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية السعودية للفنون التشكيلية. أستاذ سلطان، في البداية أهلا وسهلا بك، كل عام والوطن بخير. اليوم معرض يضم صور لملوك المملكة العربية السعودية وأيضا لبعض من التاريخ والثقافة الخاصة بالسعودية. دعنا نتحدث في البداية عن أهم وأبرز الفعاليات المقدمة من قبلكم للزوار بمختلف مناطق المدينة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية طبعا بالنسبة لجمعية جسفة المدينة فرع المدينة المنورة، إحنا لدينا عدد من الفعاليات، أبرزها هو فعالية اليوم فيما يخص اليوم الوطني السعودي 91، طبعا في هذا الفندق من خلال طبعا شراكة مجتمعية بين إدارة جسفة المدينة وإدارة هذا الفندق. أستاذ سلطان، يعني اخترتم مكان لعقد هذا المؤتمر وهذه الفعالية في إحدى الفنادق، لماذا بالتحديد اخترتوا فنادق بجوار المسجد النبوي الشريف ولم تعمل هذه الفعالية مثلا في الفرع الرئيسي للجمعية؟ بالنسبة لاختيارنا للمنطقة المركزية تحديدا، طبعا زي ما احنا عارفين الآن الحمد لله بدأت تتوافد الزيارة للمدينة المنورة، وحبينا انه احنا نعرض ثقافتنا، ثقافة المجتمع السعودي من خلال اعمال تشكيلية جسدها فناني وفنانات جسفة المدينة. فهذا هو الهدف الاول، انه اكبر قدر من المجتمع سواء السعودي او حتى زوار منطقة المدينة المنورة. بشكل خاص هذه الفعالية توجد بها صور للملوك وصور ايضا تذكارية وصور عن ثقافة المملكة العربية السعودية تقدم عبر هذا المعرض الصوري. نعم صحيح، طبعا بالنسبة لأعمال البورتريه ما يخص الملوك، هذه طبعا من أهم الأعمال اللي ممكن تعبر عن الوطن ومشاعر الفنان تجاه وطنه، وبعض الفنانين يعني يحب أنه هو يجسد بعض أنواع الثقافات المختلفة سواء كان في رقصات شعبية سواء كانت في المنازل الشعبية، والبعض حاول أنه ينتقل ما بين التراث والفترة المعاصرة. فهذه يعني بطريقة أو بأخرى الفنان يعبر عن مشاعره تجاه وطنه الغالي.
يعني أختم معك أستاذ سلطان، يعني ربما الآن المدينة تشهد زوار من خارج المملكة من دول عديدة عندما يقدمون إلى هذا المعرض ويعني يشاهدوا هذه الاحتفالية باليوم الوطني، ما هي مشاعركم وأيضا ماذا تصفون لهم عن هذا اليوم الوطني؟ طبعا المشاعر لا يمكن وصفها في دقيقة، لكن هي مشاعر فياضة لهذا الوطن العزيز الغالي اللي احنا يعني نعبر من خلال، البعض يعبر من خلال رسمة، البعض يعبر من خلال أبيات شعرية، والبعض من خلال كتابات. الهدف انه السلوك نفسه للمواطن هو اللي يعبر لمحبة هذا الوطن. انا دائما ما يعني نتحدث مع ابنائنا الطلاب وابنائنا بشكل عام ان السلوك، سلوك المواطن السعودي هو الذي يظهر ويبرز محبتك لهذا الوطن العزيز الغالي. شكرا لك أستاذ سلطان. بارك الله فيكم وشكرا لكم وشكرا للتلفزيون السعودي، نورتونا اليوم وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا. إذن كل الشكر لضيفي وضيفكم العزيز، ذلك شكر للجمعية السعودية للفنون التشكيلية على إقامة هذه المعارض. اليوم يوم أخضر بلون العلم، يوم أخضر يدل على اللحمة الوطنية، يوم سعيد لجميع أفراد وشعب المملكة العربية السعودية. اليوم المدينة منورة تحتفي بهذه المناسبة الغالية، تتزين جميع الميادين والشوارع بأكثر من 3000 علم بمختلف المناطق، كذلك أيضا تستعد جميع الميادين لاستقبال الزوار وإقامة هذه الفعاليات. اليوم نتحدث اليوم عن حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة، وكذلك جادة قباء التي تربط بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء. جميع الفعاليات وجميع الوزارات والجهات تستعد لإقامة هذه الحفلات، وقد تم بالفعل من بداية هذا اليوم بدء إحدى هذه الفعاليات. هذا كل ما لدي باختصار يوسف من إحدى الفنادق المجاور المسجد النبوي الشريف، وأعود إليك مجددا بالصوت والصورة. نعم الزميل مصطفى عباس، وأنت مراسل أخبار السعودية، كنت معنا من منطقة المدينة المنورة، شكرا جزيلا لك مصطفى، وشكرا أيضا لضيفك الكريم، هذه الإضافة وهذه الإضاءات. كما وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب أبناء الوطن، بادر نادي حائل الهايكينج بتنظيم مسيرة وسط جبال أجا ووديانها بمشاركة العديد من الفرق. مراسلنا عبد العزيز الغرير يطلعنا من هناك على تفاصيل هذا الحدث الرياضي. عبد العزيز أهلا وسهلا بك ابتداء، ثم هل أطلعتنا على تفاصيل هذه المبادرة، أقصد طبعا مبادرة نادي الهايكينج، تفضل عبد العزيز. يعطيك العافية يوسف، مسي عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام مشاهدي نشرة أخبار الظهيرة. طبعا أنا الآن أتواجد في وادي السلف بمنطقة حائل وبين جبال أجا، وبمناسبة اليوم الوطني حقيقة العزيز على قلوبنا 91 للمملكة العربية السعودية، هناك مشاركات واسعة وفعاليات متنوعة في المنطقة للتعبير بالفرحة والاعتزاز والفخر باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية. أنا الآن في نقطة النهاية للوصول لنادي هايكينج حائل، نظموا حقيقة مسيرة انطلاقا من وادي جو بحائل ووصولا إلى هذه النقطة بين الوديان والجبال للتعبير بالفرحة والفخر والاعتزاز بالوطن، وأيضا لاستذكار الملحمة التاريخية ومسيرة الملك عبد العزيز والأباء والأجداد في توحيد هذا الوطن العزيز. للحديث أكثر حول هذه الفعالية، لفعالية نادي هايكينج حائل بمناسبة اليوم الوطني، يسعدني أن أستضيف الأستاذ عقيل العنزي وهو المستشار الإعلامي لنادي هايكينج حائل. أمسي عليك بالخير أخوي عقيل ورحب بك معنا في نشرة أخبار السعودية. بدي بالبداية نتحدث عن هذه المشاركة لنادي هايكينج حائل بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، تفضل. شكرا جزيلا، بالبداية أشكر صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل على تشريفنا في هذا اليوم وعلى رعايته لهذا المسار، مسار نادي هايكينج حائل الذي جاء تحت شعار لأجلك خطواتنا يا وطن.
الحقيقة أنه مشاركتنا في هذا اليوم هي مشاركة فرحة ومشاركة استذكار لما كان عليها الأباء والأجداد الذين جابوا هذه الديار ووحدوا هذا الوطن بقيادة الموحد الملك عبد العزيز رحمه الله. نحن الآن نتفيأ ظلال هذا التوحيد وهذه الإنجازات العظيمة التي تحققت على يد قادتنا من عبد العزيز وأبنائه الملوك الكرام. الآن الحمد لله في هذا الأمن والأمان. هذا النادي الحقيقة وأعضاء النادي يستذكرون هذه المسيرة الكبيرة، مسيرة التوحيد ومسيرة البناء ومسيرة الحقيقة الحضارة وبناء الحضارة. نحن كشعب سعودي عظيم استطعنا أن ننتقل نقلة قوية من حياة البداوة إلى حياة الحضارة. بسنوات قصيرة استطعنا أن نتفوق على الدول المتقدمة بما نمتلكه من قوة وعزيمة وإرادة. جميل. طيب نتحدث يعني عن مسيرتكم اليوم، متى بدأتم في الانطلاق وكم المسافة حتى الوصول إلى هذه النقطة، نقطة النهاية لنادي هايكينج حائل؟ الحقيقة اليوم بدأنا من شمال جبال أجا وهو منطقة يسمونها جو، عبر جبال أجا من الشمال إلى الجنوب بمسافة حوالي 30 كيلومتر، عبر جبال وعبر واحات من النخيل وعبر أشجار وعبر الوديان. هذه المناظر الجميلة وهذه التضاريس الحقيقة شجعتنا على أن نقطع هذه المسافة بقوة وبإرادة للوصول إلى هذا المكان والاحتفال بإنجازنا الكبير، لأننا الحقيقة نبعث برسالة إلى المجتمع بأن المشي ورياضة المشي ورياضة الهايكينج التي تسمى المشي بصعود هي الحقيقة لإذكاء روح التطوع لدى النسيج الاجتماعي والحث على الرياضة التي تحارب الأمراض. هذا النادي حقيقة بمشاركته اليوم يعكس إرادة وقوة المجتمع السعودي، أعضائه الذين الحقيقة يبنون صرحا من الإنجازات التي تسجل في مجال الرياضة، في مجال التطوع، في مجال الوطن، لأنه إحنا الحقيقة نبعث برسالة إلى تعميق الانتماء الوطني، تعميق الولاء للقيادة. شكرا لكم أخوي عقيل، ونتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله المناسبات القادمة نلتقي بكم إن شاء الله بمشاركات واسعة بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد عبد العزيز. إذن يوسف، مثل ما شاهدت كان هذا حديث المستشار الإعلامي لنادي هايكينج حائل عقيل العنزي، ومثل ما ذكر حقيقة يعني جميعنا فخورين في هذا اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية استمرارا للعطاء والتقدم والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. نعم يوسف. نعم الزميل عبد العزيز الغرير، وأنت مراسل أخبار السعودية كنت معنا من حائل، شكرا جزيلا لك عبد العزيز، وشكرا أيضا لضيفك الكريم على هذه التغطية وهذا الإطلاع، شكرا لكما. في ظل تحقيق رؤية 2030 والتحولات الاقتصادية وجذب الاستثمارات العالمية، تواصل قيادتنا دعم وتطوير الذكاء الاصطناعي وتشجيع الكوادر الشابة للانضمام لهذا القطاع البالغ الأهمية. نتابع. المملكة العربية السعودية يجب أن تكون من أفضل 5 دول على مستوى العالم في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي وسيلة عالمية تختصر الزمن لتحقيق تغيرات وأهداف مرسومة بأسرع الطرق. فالمملكة تعتمد عليه في تحولاتها الاقتصادية لتعزيزه وجعله قوة للبشرية والكوكب باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار حتى 2030، لدعم الناتج المحلي الإجمالي ب 130 مليار دولار.
المملكة الأولى عربياً في المؤشرات الدولية للذكاء الاصطناعي والثانية والعشرون عالمياً، وتعتزم دخول 15 في 2030 من خلال تأسيس 400 شركة ناشئة في المجال. رؤية المملكة هي أكبر داعم للانتقال إلى عالم الإبداع والابتكار بتطوير التقنية والروبوتات. ونيوم تسعى إلى دمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي بسلاسة في جوانب الحياة المختلفة، في محاولة لتوليد إيرادات القطاعات الاقتصادية الرئيسة لمستقبل أكثر نمواً وازدهاراً في المملكة. جواهر الرويس. وننتقل مشاهدينا الكرام إلى أبها مع مراسلنا عبد الله آل عبيد لينقل لنا أجواء الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني 91 في منطقة عسير. عبد الله، أهلا وسهلا بك أولا، ثم ضعنا في الصورة عبد الله حيث أنت، وصف لنا أجواء الاحتفالات وأبرز الفعاليات التي ستكون بمناسبة هذه الذكرى المجيدة علينا جميعا، ذكرى اليوم الوطني 91. تفضل عبد الله. أهلا بك يوسف. صحيح، أنا أتواجد في منطقة عسير وتحديدا مدينة أبها. حقيقة منطقة عسير ومدينة أبها تحتفل في طابع مميز حقيقة تختلف عن بقية مناطق المملكة بأجواءها البديعة، وأيضا التقاء السحاب بالجبال في همم حقيقية تمثل كيان هذه الدولة. اليوم ونحن نحتفل بهذا اليوم الوطني السعيد، منطقة عسير على وجه العموم تحتفل في العديد من المواقع. نحن اليوم متواجدين في المدينة العالية، إحدى المواقع المميزة التي تحتفل فيها المدينة بأجواء مميزة وأيضا فعاليات استثنائية لكل زوار هذا المكان. أيضا نتحدث عن عروض الضوء والصوت التي ستقام بإذن الله على بحيرة السد بمدينة أبها وشارع الفن، إلى جوار أيضا عروض السيارات التي ستقام في حديقة المشهد، وأيضا بعض القرى الأثرية والتاريخية التي عملت على إقامة العديد من الفعاليات احتفاء أصيلا بهذه القرى التراثية التي كانت شريكا في المساهمة في بناء هذا الوطن والتغيرات الحقيقية التي كانت في يعني ملحوظة جدا في مجال التنمية للانتقال من جيل إلى جيل، وكذلك من محاور تنموية عديدة. نحن اليوم في هذا المكان وكما تشاهدون الناس من خلفي سعيدين ومستمتعين بالأجواء، ولعلي يعني ننقل جزء من الأجواء المميزة. تفضل الله يحفظك. تفضل. الأجواء المميزة اللي في الموقع هذا، وودنا تعرفنا بنفسك وكيف تشوف سعادة الناس في هذا المكان. الله يحفظك. أول شيء مساكم الله بالخير، كل عام والوطن بألف خير، والحقيقة نعيش هذه الأفراح وهذه الأيام السعيدة عامنا 91 وإن شاء الله أعواما ومئات الأعوام المتتالية. فنهني القيادة الحكيمة والشعب السعودي بهذا اليوم وأبطالنا على الحد الجنوبي لهم منا الاحترام والتقدير. جميل. كيف تشوف سعادة الناس ويعني نشوف الكبار والصغار والذكور والإناث حتى الأجانب يشاركونا هذه الفرحة؟ هذه الحقيقة فرحة لا توصف، يعني البلد هذا يستاهل منا أكثر من كذا. نشكر القيادة الحكيمة وأعطاء الناس هذه اليومين الإجازة يتفرغون أو يسافرون، يعني أفراح وشعور الناس منقطع النظير حقيقة. طيب، هل في مشاركة تشارك بها في هذا اليوم الوطني مع فرحة الناس وسعادتهم؟ ما يمنع عندي بعض المشاركة. الله يحفظك. أنا أقول يالله يا ناصر هل الحق والدين تحفظ لنا ربان هذه السفينة، شعارها بالعز نخله سيفين وربانها يا عل تبطي سنينه. سلمان له كلمة ولا هي بثنتين، الخير في وجهه ومدت يمينه. بعيد الوطن ذا اليوم 91 وعهد الولا ما بيننا حافظينه. كن المعزي حي يا حي ذا العين، يوم شفت بو سلمان يا حي عينه. صقر تعلى ثم ضم الجناحين، حول على المصمك وجاب الثمينة. آل السعود مرجحين الموازين، يا درعنا اللي للخطر لابسينه. نبراس حق دولة هل العوجة وعاشوا سلاطين، نبراس حق قد ظهر من عيينه. وهي لنا دار ما دمنا حيين، وما دام وجه الصبح يبرق جبينه. ما شاء الله تبارك الله. سلامتك. الله يحفظك. وكلمة جميلة. ابن عدال القحطاني. أنعم وأكرم. شكرا لك وسعيدين باستضافتك. الله يحفظك. حياتي لك. الله يحفظك. فرصة سعيدة. إذا كنت تشاهد يوسف سعادة الناس الغامرة في هذا المكان، يعني لا تقتصر هذه الاحتفالات على المواطنين فقط، بل شاهد المقيمين متواجدين بأطفالهم يعني يستمتعون ويشاركون هذه الفرحة بهذا الوطن المعطاء الذي ساهم في كل الاتجاهات لخدمة المواطن والمقيم على حد سواء، وهذه التنمية التي تعيشها منطقة عسير على وجه الخصوص، وأيضا في أجواء مميزة وبالتقاء الضباب مع هذه الجبال وبهذه الهمم العالية. اليوم وطني سعيد حقيقة نحتفل فيه هنا في منطقة عسير كما هي بقية مناطق المملكة.
نعم الزميل عبد الله العبيد، وانت مراسل اخبار السعوديه، كنت معنا من عسير. شكرا لك عبد الله هذه التغطيه وهذا الاطلاع، وشكرا ايضا لمن شاركنا مشاعره الفرحه والمبتهجه بهذه المناسبه المبهجه ذكرى اليوم الوطني 91. شكرا لكما ولضيفك الكريم عبد الله، شكرا لكما. كثفت الإدارة العامة للمرور رقم لها الميداني في مواقع الاحتفالات باليوم الوطني في مختلف مناطق المملكة، وذلك لمتابعة الحركة الميدانية وضبط وتنظيم حركة السير والمحافظة على انسيابيتها. وأهبت الإدارة العامة للمرور الجميع الالتزام بالأنظمة المرورية حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الطائرات الجوية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا وثلاث طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان. أهلا بكم من جديد. شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري بين تويكا الجامعة العربية المملكة وتونس والجزائر مع أعضاء مجلس الأمن برئاسة وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني، وأجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المشتركة التي تهم الجامعة العربية ومجلس الأمن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76. كما شارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الحوكمة العالمية مع تركيا مجموعة 20. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76 في نيويورك، عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اجتماعات عدة مع نظرائه من مختلف الدول. فقد التقى سموه بوزير خارجية الجمهورية الإيطالية لويجي دي ميايو، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات في شتى المجالات وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية واستعراض المبادرات والنتائج المثمرة خلال رئاسة المملكة لمجموعة 20 العام الماضي، وأهمية متابعتها واستكمالها خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة 20 هذا العام. كما التقى سموه بوزراء خارجية كل من بولندا وسنغافورة والمالديف والسنغال وجزر القمر كل على حدة. وقد جرى خلال اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في أخبار المناطق، شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفل الإمارة بمناسبة اليوم الوطني 91 بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي ومديري القطاعات الحكومية في المنطقة. وألقيت خلال الحفل كلمات بهذه المناسبة الوطنية لمعالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني ولعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة، تحدثوا فيها عن النجاحات والإنجازات المتوالية للمملكة في مختلف الأصعدة. عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم شارك سمو الأمير خالد الفيصل والحضور في العرض السعودي. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة وقف الشفاء أعمال وقف الشفاء بالتزامن مع حلول مناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة، والذي تعنى بأوجه
الصرف ريعه للتعامل مع الحالات الصحية والإنسانية لبعض المقيمين غير المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المجانية وأهلية العلاج في المستشفيات داخل المدينة المنورة وخارجها. وأشار سموه خلال ترأسه الاجتماع الأول لمجلس نظارة الوقف إلى أن المملكة منذ تأسيسها دأبت على بذل الخير والعطاء للجميع من خلال الجهات والهيئات الحكومية والأعمال الخيرية الإنسانية لتلمس حاجة المحتاجين وتقديم العون لهم، مؤكدا أن القيادة الرشيدة تولي كل الرعاية والاهتمام خدمة المواطن والمقيم. وطلع سموه على مختلف الأعمال والجهود التي سيطلع بها الوقف ومجمل إسهاماته المجتمعية، مباركا انطلاق أعماله. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مبادرة تدريب منسوب الإمارة والجهات الأمنية في المنطقة على الإسعافات الأولية التي ينظمها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي. وطلع سموه خلال لقائه مدير فرع الهيئة الدكتور ممدوح الرويلي على مؤشرات الأداء ورضا المستفيدين من خدمات الفرع، كما دشن حافلة الكوارث وحدة الإصابات المتعددة منوها بجهود الهلال الأحمر لتقديم الخدمات الإسعافية وما يقدمه من أعمال توعوية وتطوعية لتعزيز الوعي الصحي بين مختلف شرائح المجتمع. أما الآن مشاهدين الكرام فننتقل بحضراتكم إلى سماء العاصمة الرياض التي تشهد الآن أضخم عرض جوي بمناسبة اليوم الوطني بمشاركة عدد من الطائرات العسكرية والمدنية. وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 546,792 إصابة، من بينها 2,325 حالة نشطة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 279 حالة حرجة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا وثلاث طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة. أكد التحالف استمرار الميليشيات الحوثية العدائية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وقال نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية. وفي ختام النشرة نعاهدك يا وطن بأننا على العهد باقون، ولا ننسى أن نشكر جنودنا البواسل في الخد الجنوبي الذين يفنون أرواحهم
دفاعا عن هذا الوطن الغالي.